كتير منيح اللي عملتوه حتى تاخدوا حقكم من السنين السيئة اللي مريتوا فيها يا أولاد زين. أيوة بس أنت عارف كويس قوي إن أنا مش عايزة حاجة من الحق ده. أنا بنصحك إنك ما تتطلعي تحت جريتي حتى ما توقعي على وجهك. بس عشان مراعش على وشنا الخطوة اللي جاية. ما تشغل راسك كتير، كل شيء رح تعرفه بوقته وبتفاصيله. مبسوط يا حسن؟ انبسط من ايه يا أمير؟ من اللي انت عملته فينا. اللي انا عملته على سنة سعيد قوي بحبستي هنا. سعيد انت واخد عليها، انت حتى يا اخي ما سبتناش فرصه ندافع بيها عن نفسنا. يا لو كنت سبتك انت وعمار تضربوا عم حمزه ما كناش هنبقى هنا. كده كده سميح ما كانش هيسكت، هو مصدق يلاقي فرصه يكسرنا بيها. وانت اديتها له على التبطوب، وكل ده ليه بقى؟ عشان عيون حبيبه القلب. ما تتكلمش عنها كده، ما تتحماش قوي كده، انت حتى ما تعرفش اسم ست الحسن والجمال ايه. اسمها رحمه، رحمه يا امير. ما تتكلمش عنها تاني وما تدخلهاش في اي موضوع له علاقه بالدار. كده كده سميح ما كانش هيسكت، هو كان عايز يبقى هو كبير وبس، مش عايز حد من ولاد الكبار يتكلمه ولا يبقى ليهم حس، ولا ابن زين العطار ولا ابن الشيخ سلامه، عايز يبقى هو لوحده في الصوره. انا مش عايز ابقى في اي صوره، وانا مش عايز حاجه خالص يا امير. وانا مش فارق معايا انت عايز ايه، ولا حتى سميح عاوز ايه. انا كل اللي عاوزه نسيب المكان ده، ما بقاش لاقي حد في الدار ولا لاقي فيها مكان. سايبها لكم يكشي تولعوا فيها. بصراحة زكريا طريقتك معنا بقت مفضوحة قوي. أبوك الله يرحمه وعينه كانت علينا واحد واحد، بس احنا ما كناش بنعرف. بس أنا المرة دي بقى كنت عايزكوا تعرفوا عشان تيجوا ونقعد القعدة دي هنا ونعرف مين معانا ومين علينا. مش بلاش طريقة الكلام ده يا زكريا، علينا ولينا وتحتينا وفوقينا، احنا مش جايين نلعب. لا احنا بنلعب لعبة كبيرة كمان، بس نبقى قدها. انت داخل داخلة مش حلوة برضه يا زكريا، على الأقل يا أخي راعي فرق السن اللي بيننا كلنا. سن ايه؟ ده احنا كلنا بنقول يا هادي، احنا عايزين هديدة هنا وسرور. مفيش حد علينا يا زكريا، انت طبعا عارف يحيى اخوك الكبير صح؟ طبعا الحاج كان حكي لي عنه كل حاجة. مش انت يا يحيى برضو مكان متولي؟ نورت بيت ابوك يا يحيى. نور بصحابه يا زكريا. لو كان ابوك رعاه شوية يمكن كان هو اللي قاعد مطرحك دلوقتي. طيب عشان نجيب من الاخر، انتوا هنا موجودين عشان نجدد العهد، الفاتحة اللي قريناها ايام ابويا الله يرحمه النهاردة هتتقري مرتين، مرة على روحه والمرة التانية عشان الكبير اللي هو اختاره، ونقراها تلاتة كمان على روح اي حد فينا يخون يا زكريا. ما بلاش الفاتحة خالص ونعملها شبكة وكاتب كتاب. عشان بيه من واضح لحضرتك اللي بتتكلم بلسان الجميع، في اي حد عنده اي تعليق قبل ما نقرا الفاتحه؟ ما نقرا الفاتحه ونستهدى بالله ان شاء الله كل حاجه هتبقى كويسه بامر الله. توكلنا على الله. امين. ايه يا يحيى؟ انت مش حافظ الفاتحة ولا ايه؟ لا مش للدرجة دي، انا قريتها في سري. وماله؟ العملية الجديدة أول ما توصل المخازن هنبلغكوا عشان تيجي تستلموا حصتكوا كالعادة، وبعد كده تبتدوا توزعوها. الدفع المرة دي هيبقى بعد التسليم، بس من العملية اللي جاية هيبقى في اتفاق تاني خالص. طيب نقوم بقى، ورانا اشغال ما احناش فاضيين. يلا يا يحيى. نورتوا بيت العطارين. بنورك يا زكريا. فتحي استنى، عايزك ما تمشيش. طب استنى. شو
هاي ايه رايك بقى في اوضتك؟ على فكره انا اللي مروقها لك بنفسي، رجعت لك كل حاجه مكانها بالظبط. فاكر السرير ده يا صالح لما كنت تفضل سهران عليه طول الليل وفجاه يطلع لك عفريت من هنا؟ هنسى ازاي والعفريت واقف قدامي اهو. بس العفريت ده انا اللي كنت بعمل له ضفايره وهو صغير. كل حاجة لسه زي ما هي، حتى اللوحة دي بالناس اللي فيها كنت بخاف وانا نايم يطلعوا عليا يقتلوني. وحشتنا يا صالح. وانتوا والله وحشتوني جدا، وحشتني ايام زمان، ايام ما كناش بنفكر في حاجة غير النهاردة. كان العالم بتاعنا محدود وصغير، ايه اللي كان بيفرحنا؟ اللعب والخروج وهزار ابوكي معانا والهدايا اللي كان بيجيبها لنا. الله يرحمه. لكن دلوقتي بقينا بنفكر في كل حاجة، بنفكر في امبارح اللي بندفع ثمنه وملناش ذنب فيه، وبنفكر في النهاردة علشان بكرة اللي مش عارفين هيجي عامل ازاي. هيبقى احلى يا صالح بإذن الله. متأكدة؟ أمشور؟ أمشور؟ طب هاتي بوسة يا أمشور. لا شيل بشوية لأني طولت في الفترة اللي فاتت. شطورة يا سلمى. أنت اللي وضبتيها لوحدك؟ آه والله. مش واثق، حاسس إن شغالة مش شغالات هما اللي وضبوها. بقول لك إيه؟ مفيش غيرك قدامي، أنت اللي هتفهميني ها؟ امسكي يا ستي. تكسفينيش بقى. قول لي يا فتحي. هو الحاج زين العطار الله يرحمه قبل ما يموت كان زعلان منك ليه؟ لا ده كان فاهمني غلط. انت عارف الرايق عمره ما زعل حد. زين العطار كان فاهمك غلط. ما توزن كلامك يا فتحي. لا ما اقصدش، بس انت عارف كويس ان ولاد الحرام ما سابوش ولاد الحلال في حالهم، وانت عارف انا ابن حلال من صفي. ولاد الحرام دخلوا بيني وبين الحاج زين، انا قلت اسيبه يومين يروق وبعدها ارجع ابوس راسه واستسمحه، انما القدر لم يمهلني. الوقت دخل سابق معايا وكسب الماتش. فوت الموضوع ده يا زكريا، الحاج زين فات الدنيا كلها. افوت ايه انت؟ مش عايزنا افهم ايه اللي بيحصل حواليا ولا ايه؟ الموضوع خلصان ومتقفل وفي المخازن، هنفتحه ليه ونعك نفسنا تراب؟ وان كان على البوس اللي حبوسها على راس الحاج اهي. قط. طيب انا استاذن انا بقى، والمسامح كريم، وانت ابو الكرم، السلامات.